عارف كاين واحد المشكل شحال من واحد خاصو بي سي بورطابل شي حاجه زوينه اي 5 8 جينيراسيون الناس ما بغينش 6 شوف بغيت 8 جينيراسيون البروغراماسيون نقرا فيه مي تبلونط عليا ما والو ولكن اخويا ما تفوتش ليا 2900 درهم الناس كتخاف يعني الكارونتي بي سي يكون ناضي النقا ديال الجديد ديال الكترو سلام ريترو اكليري كنخاطب الناس اللي باغي يشري بي سي وهني راسي اللهم بارك يكون سليم اقل من 2900 نهار الحد فقط اي 5 8 جينيراسيون 8 جيجا في الرام دي دي ار 4 فول اتش دي 256 اس اس دي كنهضر معاك على 8 جينيراسيون نسى 6 7 ال 8 جينيراسيون ضرب لي على البي سي كيدير ضرب لي على لافيشاج ديالو تخيل تخيل بي سي محطوط وتخيل ها وحدك شوف شوف اللهم بارك اللهم بارك الريترو اكليريك باش يبان لك لي بوطون بالليل شوف البي سي كيدير ها 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 اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك كتشوف معايا الاوفيس الوورد لافيشاج فول اتش دي 3 4 السوايع نسى الباتري نسى شي حاجه سميتها الباتري النقا النقا شو لي بوطون كيفاش باقين شوف لي النقا هاك نركزوا على هاد لي ديطاي بي سي بحال تشري جديد هنا اللهم بارك ال اتيتود 73 90 اي 5 8 جينيراسيون لافونتاج اللي عندك في ال 8 انه فيه 4 ليكور و 8 ديال لي بروسيسور كاميرا عندك هنايا اللهم بارك البيسيات لي 6 و 7 و 5 جينيراسيون كيكونوا فيهم جوج ليكور كتوصل ل 8 جينيراسيون كيولوا عندك 4 ليكور هادشي غيعطيك واحد الاداء اللي طالع الناس اللي كيديروا بروغراماسيون كنصحهم بزاف الناس ديال فيزوال ستوديو شارجور ديالو اوريجينال كنأكد هاد المساله ها هو اوريجينال 65 واط ها هو جديد الكابل ديالو حتى هو اوريجينال الثمن ديالو في السوق 3300 درهم الا بغيتي اي 5 8 73 90 فهاد البرومو الاخوان اللي غيكون فيها نهار الحد فقط ثمن 2899 2899 حاليا في المغرب ما تحلمش بشي بي سي بهاد النقا وهاد الكونفيغوراسيون يعني 8 جينيراسيون هانا كنهضر على هاد النقا وهاد الكونفيغوراسيون اهم حاجه الكارونتي اطول مده ممكنه تنمو الفرصه الاخوان يوم الاحد تبارك الله عليكم